للأسف ما عنا شيء لهلأ غير المعلومات اللي وصلنا لها من قبل. قلت لي إنه هنن يلي قتلوا شاهين جيغال يا حضرة المفوض. صحيح يا حضرة المدعي، المعلومة الوحيدة المتعلقة بماضي بهالملف، بنته كانت موجودة مع ستة لما صار زلزال 99. من وقتها لهلأ ما حدا عرف إذا هي ميتة أو عايشة. بعتذر حضرة المدعي. ألو إبرو؟ جيم تعال لهون بسرعة. شو صاير؟ ليش عم تبكي؟ وينك أنت؟ أنا بالبيت بترجاك تعال فورا. طيب طيب خلص اهدي. بعتذر بس مضطر أني أمشي هلأ، في شغلة طارئة صارت. خير جيم؟ في قصة مستعجلة ببقى بحكي لك ياها بعدين. ايه مو مشكلة. خاطرك إبرو؟ إبرو؟ روح من هون، روح من هون. اهدي يلا روح. اهدي طولي بالك. لك شو بكي؟ هذا أنا. طولي بالك. اهدي. اهدي طولي بالك، لا تخافي أنا معك. طولي بالك، كل شي منيح، لا تخافي. قولي لي شو صار، يلا خبريني شو صاير. بالليل وقت كنت نايمة فجأة سمعت أصوات بالصالون. أصلاً أنا فقت على هالأصوات، أول شي فكرت إنه صوت الهواء. جيت على الصالون وتفاجأت إنه في رجال واقف وحاطط قناع على وشه، ولما شفته خفت وصرت صريخ. ما كان في مجال أهرب منه، وقت شافني قرب مني بسرعة. وضربني، سكر لي تمي بقوة من شان ما صرخ. حاولت أضربه ودافع عن حالي بس قوتي ما ساعدتني. وبعدها قرب شغلة من أنفي وخلاني شمه وما بعرف شو بتكون. ما بتذكر بعدها قديش ضليت غايبة عن الوعي. بسيطة، القصة خلصت. ما تخافي أنا هون معك وإنتي رح تكوني بخير. ماشي، رح أوصل لهالكلاب وحاسبون على الشي اللي عملوه. إنتي لا تقلقي ولا تخافي أبدا، عم تفهمي علي؟ رح موت من الخوف جيم، لما صحيت ما شفت حالي غير عم أحكي معك. Yeah.
سرعة سرعة، خلص بكفي. انت غطى على خشب الباب بالمفك شوي، بس ما تترك بصمة. امرك ابروخان. بدي تضربني ضربة قوية. عفوا شو قلتي؟ بدي تضربني على وشي ضربة قوية. يلا بهالمكان. إيه بروخانم، يعني عفوا كيف بدي أضربك؟ بسرعة اضربني بقوة وبكفي أسئلة. إذا كانت ضعيفة رح أقتلك، لهيك شد إيدك منيح. يلا حلو كتير، نقلع هلا وخذوا غراض أبي معكم وأنتوا رايحين. رح يجي وقتك. رح تدوق نفس الوجع. أنا رح حاصرك من كل جهة يا نامق أمير خان. رح تبوس إيدي مشان أتركك، بس أنا رح أنتقم على مهلي. بابا ترك لي أكبر ميراثه هو الصبر. الصبر هو أقوى سلاح بالدنيا. جيم لوين رايح وتاركني؟ لا تتركني، أنا خايفة ما فيني ضل وحدي. ما تخافي، شو بكي إبرو؟ أنا لازم أحكي مع الشرطة لتجي لهون. رح خليهم يفتشوا كل شي هون ويدوروا، بلكي منوصل لبصمات أو بلكي منعرف هالناس شو كان بدهم منك. أنت خليكي قوية وما تخافي، اتفقنا؟ يلا قومي هلأ غسلي وشك وصحصحي، كمان شوفي لي إذا سرقوا شي غرض من أغراض البيت، بلكي منوصل لهم من وراه. طيب خلص ما تعصبي، هدي حالك شوي وجربي انك تنظمي نفسك. بحياتي ما خفت مثل ما خفت اليوم. ايه خلص اهدي ولا تفكري، الشرطة عم بيدوروا عليهم هلأ، رح نعرف مين يلي هجم على بيتك وشو بده. ماشي، انت لا تقلقي بنوب. منيح انه انت معي. تعرف انه انا كتير مستغربة من حالي. ليش؟ اهلا وسهلا، تفضلوا. شكرا لك، نطلب فطور؟ معلش نزلنا فطور ظريف، يعني جبنة وزيتون وبيض وهيك شغلات. ايه تكرم. إذا بدك بخبرها لأصلي وبقلها تجي. لا لا أكيد في عندها شغل، بدي مر لعندها أصلا. كمان وجودنا لوحدنا بخليني حس إني مرتاحة. طيب خلص ما رح إلا. بس عم خاف ضل المسا ببيتي لوحدي. اسمعي إذا كان بدك، يعني إذا بدك فيني لاقي لك شي أوتيل يكون محترم، فيك تنامي هنيك رح ترتاحي وتغيري جو. لا بلا هالأوتيلات، أنا أصلا ما بحبهم بنوم، وبالأخير المفروض أرجع عبيتي. يمكن خاف لكم يوم بس بعدين أكيد بتعود. وكمان في عندي بطل خارق بكفي دقله لحتى يوصل لعندي خلال 10 دقايق مو أكتر. مين؟ بتقصدي أنا؟ لا أبداً إبرو، مو لهالدرجة. يسلموا إيديك، خلاص بقى ما تخافي من شي. أصلاً كل ما بشوفك خايفي ومتضايقة قلبي من جوا بصير يوجعني، بترجاكي روقي. الوحدة صعبة كتير جيم،
بدار الأيتام بتكون مع كتير ناس، بس بتضل تحس إنه أنت وحيد، ما عندك أهل، لا أب ولا أم. أنت ما بتعرف قديش الوحدة صعبة. كنت أحياناً أحكي مع حالي، وقت طلعت من الميتم حسيت إني قوية، وقلت صار فيكي تعملي كل شي بتحبي. إيه بس الحياة أصعب من هيك بكتير. تعرف جيم، ما في شي أصعب من الوحدة. أنا جنبك، رح أحميكي. إيه بعرف، شكراً. اسمعي، ما بعرف كيف بدي أقلك هالشي، بس يعني أنا من وقت شفتك كنت متمني إني أكون جنبك. أنا صاير رجال من حطب. شوفي وين كنا وين صرنا هلأ. خلص أنا آسف عن جد، انسي الموضوع، ما كان قصدي أبداً إني ضايقك بكلامي. شو بدي انسى جيم؟ ها؟ انسى الحلم يلي حلمت فيه من أول مرة شفتك فيها قدامي؟